توقعات سنة 2021 لبرج الميزان. عام 2021 رائع قادم للميزان من حيث إنشاء المشاريع، لكن قبل كل شيء سيكونون قادرين على التواصل مع هدف حياتهم، وهذا سوف يمنحهم طاقة فريدة ستأخذهم بعيدا جدا. أما بالنسبة لتوقعات الحب، سيكون هذا العام هادئا للغاية بالنسبة للميزان، سواء كنت في علاقة مستقرة أو إذا كنت أعزب. ركز بشدة على أهدافك ومشاريعك دون وضع توقعات أو ضغط على أي شخص، فأنت ستكون لك حياة عاطفية مليئة بالتدفق والوفرة. بالنسبة للمتزوجين، هذا وقت رائع لتوسيع الأسرة إذا كانوا يرغبون في ذلك. قد يتلقى الميزان شكاوى معينة في علاقته بسبب تخصيص وقت أكثر للشريك بسبب كثرة الأعمال، ولكن إذا كان هناك حوار وتفاهم متبادل ستنجح الأمور، ويمكن أن يستمر الميزان في متابعة مشاريعه الشخصية دون أي مشاكل. أما إذا كنت عازبا، سيكون لديك الكثير من الخيارات، لا تستسلم، فأنت تحتاج إلى التعرف والقيام بتجارب جديدة والتخلص من علاقات قديمة إذا كانت لديك. المهم أن يكون لديك علاقة حب صحية تستحقك وتوفر لك السعادة التي تبحث عنها، ويمكن أن تكون أيضا قادرة على الاستعداد لخطوة أكبر وهي الزواج. أما بالنسبة للمال، رغم أن هذا لن يكون من أولوياتك في هذه السنة، إلا أن المال لن يشكل أي قلق بالنسبة لك أيضا، على العكس فأنت جريء وقادر على إظهار مواهبك والقيام بمراهنة على مشاريعك والقتال من أجل ذلك والوصول إلى هدفك. ولذلك دائما يكون لديك دخل إضافي يسمح لك بالعيش الكريم والمريح، وأيضا الادخار للمستقبل. أما أنت في مجال العمل، فهذه السنة ستكون قادر على تحقيق أهدافك، أو إذا كنت تقوم بوظيفة لا تشجعك فأنت قد تبحث على عمل جديد تستثمر فيه نشاطاتك وتشعر فيه بالسعادة. قد تبحث عن بداية جديدة وتتقدم فيها شيئا فشيئا. أما إذا كنت تبحث عن عمل، سيكون هذا العام هو العام الذي قد تجد فيه ما تريده دون القيام بأي تضحيات، لأن هذا العام سيكون مثمرا بالنسبة لك على مستوى المجال العملي. ننتقل الآن إلى الصحة. هذه السنة سترافقك طاقة كبيرة وحالة صحية مثالية، لكن النصيحة الوحيدة هي عدم التركيز على الرفاهية وإهمال صحتك بتناول الكثير من الأطعمة وعدم الامتثال للروتين أو القيام بتمارين. تذكر أنه من الضروري إعادة شحن طاقتك من وقت لآخر لكي تشعر بالتناغم وتكون لك طاقة مثالية تساعدك في مجالاتك الأخرى. في العموم إليك هذه النصيحة، إذا شعرت حتى الآن
بما أنت قادر على القيام بها ومدى عظمة مواهبك، فسيكون هذا العام بالتأكيد وبدون أي شك عامك المثالي، وقد يحدث لك ما هو غير متوقع، وستكون لديك ثقة عظيمة وجديدة تفتح أمامك أبواب النجاح في هذه السنة وفي السنوات المقبلة. إذن ابدأ هذه السنة بكل تفاؤل، ابدأها واستفد من كل لحظة واستثمر وقتك وثق بنفسك، فأنت قادر على تغيير حياتك وحياة من حولك.